بارك الله فيكم. السائل يقول بالنسبة للسحر، هناك من يربط بين الزوج، أي يجتمع مع زوجته، أي يمتنع عن الاجتماع مع زوجته، فكيف يصرف الإنسان هذا السحر بدون أن يذهب إلى ساحر أو دجال أو مشعوذ؟ يصرف هذا السحر باللجوء إلى الله عز وجل ودعائه وقراءة الإخلاص، وقراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، فإنه ما تعود متعوذ بمثلهما، أي بمثل سورتي الفلق والناس، ويكرر هذا. ولا حرج أن يذهب إلى رجل صالح يقرأ عليه ويدعو له.